كابتن خالد بيبو شكل القطاع خلاص. احنا استعرضنا دلوقتي، يا ريت دلوقتي يعني يجيبوا لنا تشكيل القطاع وهيكون معانا دلوقتي، استعرضناه خلاص كل الفرق اتشكلت دلوقتي. تمام. احنا انت تشكيل القطاع ده هو يعني السنه اللي فاتت طبعا يعني كان ليها دور كبير في البدايه. انما التشكيل الدور ده طبعا مستر بروكتش طبعا يعني كان ليه دور اكبر. هو اختار المجموعه اللي شايف ان هو تناسبه في الشغل بتاعه، في الفكر بتاعه. احنا انا بيت يعني كل بعرض عليه الناس وبقول له ده متاح وتقدر ان انت يبقى موجود معانا، وهو كان بيعمل مقابله شخصيه مع كل الناس. يعني كابتن سامر مثلا عبد الرحمن اخر واحد داخل معانا في ده، قعد يتكلم معاه مره واثنين وثلاثه عشان ان هو يخش معاه. طبعا كابتن سامر مدرب كبير واسم كبير في يعني مدرب محترم وعمل وعامل شغل كويس سواء لما كان في النادي الاول او اتحرك من النادي ده. هو ده القطاع معانا كابتن خالد، كل الفرق 2001 مدير الفني ومدرب العام. بس لاحظت ان في 2012 تحت كابتن حسين شكري لوحده، ده يعتبر لسه الفريق اللي بيتكون، 2012 اول فريق في البراعم. والله طبعا بص، كابتن حسين شكري واحد من اشهر الناس اللي بتشتغل في السن الصغير كويس. فاحنا كمان مسايبين فرصه يعني فكره عملناها السنه اللي فاتت ونجحت معانا بشكل كويس جدا. ان انت بتسيب فرصه للمدربين بتوع الاكاديميه. حلو قوي ان التواصل يبقى ده مهم يبقى جدا. ده بيحصل تواصل ما بين الكابتن شطه ومستر بروكتش، بيبقى فيه محاضرات يعني محاضرات المدربين القطاع وبيشوف من خلالها المدربين، وبيبقى كل فتره كده بيبقى عندنا مدرب او اتنين موجودين في قطاع الناشئين يشتغلوا. انت بتدي طموح لكل الناس، مفيش حد يبقى موجود جوه النادي. طموح للمدربين، طموح للعيبه، طموح للاداريين، يعني الدنيا بتبقى بشكل محترم، في تواصل بين الناس. فبتدي فرصه للمدربين بتوع الاكاديميه ان هو يبقى موجود في قطاع الناشئين ياخد خبرات، واللي بينجح وبيأدي بشكل كويس الموسم اللي وراه على طول بيخش. وفي عندنا في التشكيل ده حوالي من ثلاث لاربع مدربين كانوا هم يعني اساس في الاكاديميه. فالتواصل بيننا وبين الاكاديميه ده تواصل محترم جدا سواء في اللاعبين او في كل الاجهزه. تمام. حسب معلوماتي الفترة اللي فاتت كانت راحة، لكن الكابتن خالد بيو ما خدش أجازة عشان الاستعداد للموسم الجديد والتجهيزات والملاعب والملابس وكل حاجة. هتكلم بقى عن التجهيزات للموسم الجديد ولكن بعد الفاصل.